إذن مباشرة إلى عمان معنا سركيس شوبريان محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سركيس. ولا شك في أن الحديث يزيد أوقاتك. الحديث عن كورونا هو الشغل الشاغل في الأسواق حاليا، وقياس عدد الإصابات من دونها هو الذي يحدد مسار الأسواق. وتتنامى حالة القلق سركيس خاصة أن الصين التي تشكل ربما القسط الأكبر، ثاني أكبر اقتصاد في العالم و 15% من حجم الاقتصاد، تشكل ضغط على الاقتصاد العالمي. كيف ترصدون ذلك؟ إلى أي مدى حالات الإصابة والتراجع هي التي تحدد أيضا حالات التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي من عدمه؟ طالما تم الإشارة إلى تأثيرات مباشرة لانتشار فيروس كورونا في الصين، لكن هنالك بعض التوقعات الجديدة التي صدرت والتي أشارت إلى احتمال أن يكون التأثير على الاقتصاد العالمي أكثر قليلا مما كان متوقع سابقا. فقد أشار صندوق النقد الدولي لاحتمال أن يكون التأثير حوالي 0.1%، لكن جاءت توقعات جديدة تشير إلى احتمالية أن يكون التأثير حوالي 0.5%. هذا في حال تم احتواء الانتشار خارج الصين، لكن في حال أصبح الانتشار خارج الصين بشكل أكبر فأصبح التوقعات تشير لاحتمالية تأثير سلبي بمقدار أكثر من 0.1%، وهذا قد يشير إلى أن هنالك قلق عالمي بالفعل من انتشار فيروس كورونا خارج الصين، وهذا ليس بتأثير من نفس الفيروس لكن بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمحاولة حد انتشار الفيروس. لكن أود النظر مرة أخرى إلى عدد المصابين القائمين حاليا في فيروس كورونا. فرغم ارتفاع الأعداد الإصابات إلى أكثر من 82,000، إلا أننا شهدنا انخفاض في عدد الحالات القائمة من مستويات فوق 58,000 خلال الأسبوع الماضي أو بداية الأسبوع الماضي إلى مستويات حول 46,000، وهذا يدل إلى أن هنالك حالات شفاء وأن هنالك أيضا انخفاض في وتيرة انتشار المرض. لكن ما يقلق الأسواق حاليا وما يقلق الاقتصاديين كذلك هو بدء الانتشار خارج الصين، ولو تم احتواء هذا المرض فربما تكون التوقعات نوعا ما أفضل، لكن في حال تفشى الفيروس بشكل أكبر ومتسارع خارج الصين هنا ربما نرى حالة كبيرة من القلق. والأسواق المالية حاليا تتعامل مع أن هنالك احتمالية للانتشار رغم أني أرى حاليا انخفاض عدد الحالات القائمة المصابة. نعم سيد سركيس، طبعا تأثير هذا الفيروس أيضا ينعكس بشكل كبير على أسواق النفط، وأصبحنا يعني عند مستويات أقل من 53 دولار لسعر برميل برنت ودون 49 دولار لخام تكساس الخفيف. ماذا تنتظر أسواق النفط لينقذها في هذه الأثناء؟ تأثير فيروس كورونا يرتكز على أدوات الطاقة بالفعل، فالإجراءات التي تتخذها الحكومات والانخفاض في السياحة وكذلك في طلب النفط بسبب الانخفاض الكبير على الطلب في المواصلات وقطاع المواصلات والنقل الجوي أيضا، فنلاحظ انخفاض كبير في طلب النفط عالميا، خصوصا مع الإشارة إلى حجم الواردات الصينية من النفط الذي انخفض أيضا بتأثير انتشار فيروس كورونا داخل الصين. فالتأثيرات المباشرة لفيروس كورونا ظهرت على أسواق الطاقة مباشرة، وهذا ما يبقي الضغط الهابط على أسواق النفط حاليا. في ينتظر المتداولون حاليا أي إعلانات من منظمة أوبك أو حلفائها لخفض الإنتاج، فعلى ما يظهر بأن هنالك تزايد في المخزون الأمريكي، آخذين بعين الاعتبار أيضا حقيقة الارتفاع الكبير في الإنتاج الأمريكي ليصل مستويات قياسية قريبة من 13 مليون برميل يوميا، وهذا كله ربما يبقي على الضغط على أسواق الطاقة وأسعار النفط إلا في حال قامت منظمة أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج بالفعل. جيد سركيس، دائما في الأزمات تتوجه الأنظار نحو الملاذات الآمنة، الذهب واحد من هذه الملاذات وإن كان قد فقد هذا الدور في الفترة الأخيرة. ما الذي ينافسه حاليا في هذه الأزمة، أزمة كورونا، من ملاذات أخرى؟ عندما ننظر إلى أسواق الملاذ الآمن حاليا سوف نلاحظ جليا مدى الانخفاض في عوائد السندات الأمريكية، حيث السندات أمد استحقاق 10 سنوات انخفضت عوائدها إلى 1.3%، بينما سندات مدى استحقاق عامين انخفضت عوائدها إلى حوالي 1.1%، وهذا يدل على طلب كبير جدا على السندات الأمريكية. لكن أيضا كان للذهب خلال تداولات هذا اليوم وتداولات يوم أمس بعض النصيب من طلبات الملاذ الآمن، لكن حاليا
بالفعل هنالك منافسة كبيرة للأدوات الدين الحكومية الأمريكية، ونلاحظ ذلك كما أشرنا من خلال الانخفاض الكبير في العائد، مما يدل على ارتفاع في الأسعار وتزايد كبير في الطلب على تلك السندات. سيركيس تشوبريان محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان.